نوعه ايه او بيتعرف على الحاجة اللي هو بيشمها، وعن طريق اصدار الاوامر من مركز الحركة على اساس الانسان يتحرك، او عن طريق افراز الهرمونات من الغدة النخامية. لو جينا نستعرض مشاكل الجهاز العصبي او المشاكل التي ممكن تصيب المخ، بنجد اولها واهمها الاورام التي قد تحدث في المخ. وبالتالي في اي عرض من اعراض الاورام هناك مجموعتين من الاعراض، مجموعه بتعتمد على زياده في ضغط المخ، دي لا تعتمد على مكان الورم، حيث ان الورم بما انه كتله من النسيج غريب على المخ وبينمو داخل تجويف الجمجمه، فبيشغل حيز كبير وبيؤدي الى اعراض زياده في ضغط المخ. وهناك مجموعه اخرى من الاعراض بتعتمد على مكان الورم نفسه. الاعراض التي هي عباره عن زياده في ضغط المخ هي عباره عن حدوث صداع بالاضافه الى القيء وزغلله في العين او ضعف في الابصار. الحقيقه برضو انا احب اطمن الساده المشاهدين ان هو مش كل صداع معناه وجود مرض عضوي في المخ. 80% من اسباب الصداع ليس لها علاقه بالمخ، لها اسباب اخرى تماما، زي عيوب النظر الانكسريه، التهاب الجيوب الانفيه، ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم، خشونه الفقرات العنقيه، كل دي اسباب بتمثل اكثر الاسباب شيوعا لحدوث الصداع، وكلها بعيده عن المخ، وهناك نسبه قليله جدا متعلقه بالمخ. امتى نعرف ان الصداع ناتج عن شيء في المخ؟ هناك خصائص بتميز هذا الصداع، ان هو بيكون صداع قوي جدا، بيصحي الانسان من النوم من شده قوته، بيزداد الصبح بيبقى اكتر من بالليل. ده برضو الحقيقه بيبقى لها سبب علمي بسبب احتقان الانسجه طوال فتره النوم. الصداع بيزداد مع مرور الايام، وبيصاحبه عرضين مهمين جدا، القيء، وقيء ما بيكونش بيصحبه او بيسبقه غثيان، دي حاجه من الحاجات اللي بتميز القيء، وبيكون قيء قوي جدا، وبيكون العرض الثالث زغلله في العين او ضعف في الابصار. والحقيقه هذه الاعراض الثلاثه المجتمعه لو اجتمعت، الصداع مع وجود القيء مع وجود زغلله في العين او ضعف في الابصار، بتعني وجود زياده في الضغط داخل المخ. امتى نطلب الاشعه المقطعيه على المخ؟ وانا هنا كلامي للممارس العام اللي بيشوف 100 حاله صداع كل يوم في العياده، لابد ان هو في اختبار مهم جدا، وهو اختبار منظار فحص قاع العين. ولو اتضح وجود احتقان في العصب البصري، هنا بقى لابد من عمل اشعه مقطعيه على المخ، لان طبعا مش معقول هيطلب الاشعه لل 100 حاله من الصداع، لازم ان هو ينبغي ان هو يكون على درايه تامه امتى لو شك في وجود ورم في المخ يطلب الاشعه المقطعيه بتاع المخ. لو وجد احتقان في العصب البصري فبنعمل الاشعه المقطعيه على المخ او اشعه الرنين المغناطيسي. الحقيقه الاشعات دي تقدمت، وهذه كلها اجهزه حديثه ما كانتش موجوده زمان، ودي بتسهل علينا وبتحدد مكان الورم وبتحدد بدرجه كبيره ان كان الورم حميد او غير حميد. لو اتنقلنا الى العلاج، وده الجزء المهم بما ان البرنامج بتاعنا هو انجازات الطبية، فهناك انجازات عديدة جدا وتقدم في علاج اورام المخ. الحقيقة الطريقة التقليدية ان احنا بنحدد مكان الورم عن طريق الاشعة، وبنقوم بعمل 4 أو 5 ثقوب بالجمجمة وبنرفع. لو اتنقلنا الى العلاج، وده الجزء المهم بما ان البرنامج بتاعنا هو انجازات الطبية، فهناك انجازات عديدة جدا وتقدم في علاج اورام المخ. الحقيقة الطريقة التقليدية ان احنا بنحدد مكان الورم عن طريق الاشعة، وبنقوم بعمل 4 أو 5 ثقوب بالجمجمة وبنرفع جزء من عظام الجمجمة زي الضرفة بتاعت الدولاب، وبنجد الغلاف اللي بيغلف المخ اللي هو غلاف الام الجافيه، وبنفتحه بالمشرط بتاع الجراح وبنصل الى مكان الورم. لو كان الورم منشأه الغلاف اللي بيغلف المخ، فبنجد الورم فوق قشره المخ وبنستأصله بالالات الجراحيه. لو كان الورم داخل انسجه المخ، فده بيستدعي اجراء قطع جراحي في قشره المخ
والوصول إلى مكان الورم واستئصاله بالآلات الجراحية الحالية. هناك تقدم كبير في الأجهزة أدت إلى تحسين نتائج جراحات أورام المخ. هناك جهاز الشفط بالمجادفوق الصوتية، وهذا الجهاز الحقيقة له خاصية إن هو بيعمل بذبذبات مرتفعة جدا وبيقوم بشفط واستئصال الورم. طول ما هو بيشتغل بداخل الورم فهو بيقوم باستئصال الورم، ولو قابله أحد الأوعية الدموية أو وصل إلى نسيج المخ الطبيعي فبيتوقف تلقائيا عن العمل. وهذا الجهاز أدى إلى نتائج ممتازة جدا في استئصال بعض الأورام في الأماكن الحساسة من المخ. استخدام أشعة الليزر، أشعة الليزر الفكرة بتاعتها فكرة مبسطة جدا، وهي بنسلط شعاع من الليزر وبنقوم بتحويل طاقة حرارية، طاقة ضوئية إلى طاقة حرارية، وده يستخدم في وقف النزيف أو استئصال الأورام الصلبة المترسب عليها كالسيوم، هي الأورام المتكلسة، وخصوصا لو كانت في أماكن حساسة في المخ لا يمكن الوصول إليها بالطرق الجراحية التقليدية، زي ورم في جذع المخ مثلا أو ورم في قاع الجمجمة. برضو حصل تقدم في الميكروسكوب الجراحي، الميكروسكوبات الجراحية حاليا بتعمل وبتعمل تحت إضاءة قوية جدا، بنستطيع إن احنا نشوف تفاصيل دقيقة جدا بداخل المخ، وبتكبير قد يصل أحيانا إلى 10 أو 15 ضعف، وبنحافظ على الأوردة والشرايين ونحافظ على الألياف العصبية الموجودة بداخل المخ الحي. برضو من الأجهزة الحديثة جهاز الجراحات التكسينية. كل الجراحات الحديثة حاليا بتدعو إلى عدم انتهاك الأنسجة بقدر المستطاع، وهذه المجموعة من الجراحات بيطلق عليها جراحات قليلة الانتهاك اللي هي المينيمالي انفيزيف تكنيكس، ودي الحقيقة من الإنجازات الطبية التي حدثت في السنوات القليلة الماضية. مفهوم الجراحة تقدم، والطب الحديث بيدعو إلى تقليل درجة انتهاك الأنسجة عموما. والحقيقة الأشعات الحديثة والأجهزة الحديثة بيسهلت كثيرا في تشخيص هذه الأمراض العضوية التي بتصيب المخ. زمان قبل وجود الأشعة المقطعية اللي احنا شايفينها دلوقتي كانت بتجرى عملية استكشاف، وكان بيتم تشخيص وجود ورم في المخ تشخيص كلينيكي، وكان بيتم إجراء هذه الجراحة. ممكن يقعد الجراح في هذه الجراحة 6 ساعات ولا يتمكن من الوصول إلى الورم. فهذه الأشعات الحقيقة أصبحت سهلة ومتيسرة، وبتوضح بنسبة عالية جدا وجود الورم. دي حالة بتاعت مريضة بتبلغ من العمر حوالي 40 سنة وعندها ورم في المخ احنا شايفينه، وبنشوف الأشعة المقطعية بتبين أو بتوضح نسيج بتاع المخ اللي هو لونه الرمادي، وده البطين بتاع المخ موجود بداخله السائل بتاع المخ اللي هو السائل النخاعي. ولو وجدنا هنا بنشوف العظام بتاعت الجمجمة بتظهر باللون الأبيض، وكتلة النسيج الغريب على المخ في حجم الليمونة تقريبا، وهو مستدير، واللون بتاعه بيبقى لون غير لون نسيج المخ. والحقيقة الأشعة المقطعية بتظهر بشكل كبير إن كان الورم ده حميد أو غير حميد. لو الورم حميد بيبقى الجدار بتاع الورم مستوي، بينما لو الورم غير حميد بتجد الجدار غير مستوي وما بيبقاش المعالم بتاعة الورم واضحة. هنا برضو لابد إحنا نستعين بحقن صبغة في الوريد. الصبغة دي لما بنحقنها بنستطيع نحدد معالم الورم بدقة أكتر، لأن الورم بياخد الصبغة وبيظهر أكثر وضوحا بعد حقن الصبغة في الوريد الحي. هنا برضو أخذنا المقطع زي ما احنا شايفين الخطوط اللي هي متوازية مع بعضها، دي بتبين المقطع اتاخد ازاي في المخ. هنا المقطع ده اتاخد بهذه الطريقة وبيوضح لنا أجزاء المخ ويوضح لنا وجود ورم في المخ. إن زي ما احنا قلنا أشعة الرنين المغناطيسي بتوضح الورم بدقة أكثر وبتخلينا إن احنا نشوف تفاصيل المخ
اكتر من الأشعة بتاعت المقطعية. فزي ما احنا شايفون دي الأشعة بتاعت الرنين المغناطيسي نفس الحالة، وأظهرت الورم بوضوح أكثر، وتمكننا من تحديد مكان الورم وهو موجود بالناحية اليسرى بقاع الجمجمة، وقدرنا ان احنا نحدد ابعاد الورم ونشوف التفاصيل بتاعته اكتر من الاشعة المقطعية الحية. هذا الشخص كان بيعاني، حصل له 3 نوبات من الصرع، وكان بيعاني من زيادة في ضغط داخل المخ، بيشكو من صداع، والحقيقة راح ان هو بيعمل نظارة طبية في عيادة الرمض، والطبيب بفحص شبكية العين وجد احتقان في العصب البصري، فتم تحويل الحالة عليا، وقمت بعمل أشعة رنين مغناطيسي على المخ أظهرت وجود ورم كبير بالفص الصدغي الأيسر من المخ زي ما احنا شايفينه. هنا الورم الحقيقة بيحدث أعراض بنسميها أعراض الضغط على أنسجة المخ، يعني لو دققنا في أشعة بنجد إن البطين بتاع المخ مزقوق الناحية التانية، كل ده كتلة النسيج الغريب اللي هو الورم، وبنجد البطين بتاع المخ اتنقل الناحية التانية، وهناك رشح حول مكان الورم. وجود الرشح حوالين مكان الورم وده بيبان في الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي، معناه إن الورم المعدل بالنمو بتاعه بيبقى سريع، فبيضغط على نسيج المخ وبيحدث الرشح حوالين مكان الورم. ثبت علميا ان هذه الامراض العضوية واورام المخ لو كانت هي المتسببة في هذه الاعراض وتم اكتشافها بدري، فده بيكون شرط اساسي لعلاجها، وعلاج هذه الاورام الحمد لله سهل ومتوفر، واغلب هذه الحالات بتكون ماثلة للشفاء لو اتشخصت بدري. الحقيقة بتمنى لكم كل توفيق، وبتمنى لكم الصحة والعافية، وبشكركم، والى اللقاء. في نهاية الحلقة أرجو أن احنا نكون وفقنا في توصيل المعلومة إلى المشاهدين، ونرجو أن احنا نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. الوايلد ماوس في ماجيك لاند لعبة جديدة، لما تلعبها هتكتشف أسرار جديدة وتشوف الدنيا بشكل جديد. وايلد ماوس لعبة جديدة موجودة بس في ماجيك لاند. ماجيك لاند مدينة ملاهي حقيقة مش خيال. الأجازة مهمة جدا، بس الأهم نقضيها فين؟ أماكننا الجميلة كتيرة جدا، الجمال مش بس مكان، ده مكان وزمان وكمان
أجازة صيف. أجازة الصيف بمفهومها وبمعناها وبمضمونها بكل ما فيها من جمال من متعة من خيال هنقضيها في شرم الشيخ. مساء الفل. اهلا بيكي. اهلا بيكي. منين؟